بعض اللافتات اللي بيشيلها بعض المصريين، بعض وبعض المصريين بيسيئوا لرئيس الجمهورية. خلي بالك، ويقولوا اصل احنا مصر وبنحب مصر. لا، اللي بيحب مصر يعرف ان حسني مبارك، اللي انا ماليش مصلحه، انا اتحبست في عقد حسني مبارك 3 مرات، 87 97 2007 خلاص. مره في زكي باد لما اتصديت له واعتقلني 3 اشهر، ومره في سفير اسرائيل لما ضربته اتحبست 17 يوم، ومره في قصه سيد نوفل بعد موضوع احمد نظيف لما قلت الطويل القصير قعدت سنه في السجن، تمام. لكن ما ينفعش يا جماعه بنقول مصر ويجي راجل حما سما مصر 73 في الوقت اللي معظم مخاطب حرب اكتوبر. ما ينفعش يا استاذ الفاضل بجميع المقاييس انك بتقول بحب مصر ومشغل لي اغاني شادي يا حبيبتي يا مصر، واجي اعمل لافته ارحل يا كذا ارحل يا كذا. هذا لا يليق لا بشعب مصر ولا بحضاره مصر. ليه بقى؟ لان انا حزني الشديد ان احنا كان عندنا ملك سميناه اتسمن خلاص، ورئيس اخترناه لا ورئيس قهرناه جمال عبد الناصر ورئيس قتلناه ورئيس بنهينه. ايوه احنا مش كده، ده مش شعب مصر يا جماعه. صح. لا اوعى تقول لي ان ده شعب مصر، واوعى تقول لي القنوات هتكلم فيها دلوقتي ان اليافط اللي متعلقه دي. قول غير دستور، مش غير النظام، غير اوعى تكتب لي ارحل يا كذا او واحد اسف. لا لا، في مشاهد معينه إيه بس قصية كويس بعد اذنك بقى، كويس انت فكرتني. في واحد هارب بره في قناه مش عارف اسمها ايه، اطلع بيشتم في مصر ورئيس مصر. الراجل الهارب اللي انت شتمته قبل كده اشرف سعد، تخيل. هقول لك ليه بقى، قاعد وبيشتم بشكل غريب. هقولك انا عايز اقول لك سياده المستشار وهنا سمعتني، واحده مصريه اتصلت بيا بتبكي بكاء غير عادي، تقول لك حسني مبارك ما يتقالش عليه كده. صح، يمشي حسني مبارك ما يرشحش نفسه، انما حسني مبارك اللي عمل 73 واحد من القاده المهمين جدا ما يتقالش عليه كده. يبقى حسني مبارك في 77 بس حرب استنزاف كان هو لا يعني جوية. مش حسني مبارك يا سياده المستشار في المنطقه العربيه في المنطقه العربيه يكاد يكون يمكن هو صاحب الشرعيه الوحيده ما يتقالش عليه كده. شوف يا سيد، يمشي حسني مبارك بس ما يتقالش، مش قضيه انه يمشي. لا مش يمشي النهارده، يمشي بكره، يمشي. لا يعني ايه هما بيطالبوا بكده. بس عايز اقول لك المشهد، حسني مبارك في فترة رئاسته ومثل الناس بتنسى، كنا من الممكن ان نتورط في العراق في الحرب الاخيرة، في السودان، كنا ممكن في السودان، كنا ممكن نتورط مع ليبيا. حما شباب مصر لا. ادي واحد. اتنين، هو حسني مبارك ده مش قاطع، قاعد مقاطع امريكا، وزارة امريكا 5 سنين، لما قالوا له تعمل قواعد عسكرية عندك يا امير قطر بلدك محتلة، قول تاني يا امير قطر يا موزة بلدك محتلة فيها قواعد عسكرية، يا ست موزة شيل القواعد العسكرية الأمريكية اللي عندك وقول لرئيس وزرائك اللي عنده قصر موجود في تل أبيب. عيب بقى يعني يا جماعة، عيب. انتوا بتقولوا احنا خونة، رئيس انا خاين، رئيس بتاعنا عنده قصر في تل أبيب؟ فين الكلام ده؟ انت عندك قصر في تل أبيب. القناة ما الواحد بس حزين النهاردة، الملك عبد الله لما رجع من مرضه وربنا يشفيه، انا شفت أيوة. ملك السعوديه بيوطوا على ايده يبصوه، مش عشان هم، لا ده رمز للنظام، ده رمز للمملكه، ده رمز للنظام. خلاص. وانا بقول تاني، انا عايز راجل يطلع في قطر في قناه الجزيره، راجل بس يقول ان الراجل ده زي ما قلت قبل كده استولى على الحكم من دوره ميه من تواليت، والده دخل الامير الشرعي قفل عليه التواليت قال له انا بقيت الامير. انا عايز بس واحد يطلع يقول انتوا بتخيلوا على مين؟ الست موزه اللي بتطلع تقول شعر قدام مصر العالم كله في كاس العالم، لما خدوا كاس العالم لكره القدم وكسبوا امريكا بالرشاوه، بقول تاني بالرشاوه، وللاسف هنا بوريد اداهم صوتهم، صوته مصر اللي وقفت معاهم مع احترام القطر. يا جماعه ما ينفعش ان قناه الجزيره، وشوف كل المراسلين اللي عندها اللي من عندنا هنا للاسف مجانا ولا بفلوس، يبقى المظاهرة 5000 يقول لك ايه و100 الف واحد بيقولوا يسقط هذا النظام الخائن بتاع اسرائيل. لا، الخائن بتاع اسرائيل اللي ليه قصر في اسرائيل، تمام. بلدنا ما يتقالش عليها كده، وحسني مبارك لغايه ما يمشي براحته، يعني في عايز يمشي بكره، هو ده الدستور عايز يقول لك عايز يستقيل يستقيل. هو حد شهر مدته ما ينفعش يتقال على رئيس جمهوريه مصر الكلام القليل الادب البذيء اللي بيطلع من قناه الجزيره واللي بيطلع من البي بي سي، واللي للاسف مراسلين من هنا مصريين، وللاسف اللي بيشتغلوا في القناه هناك كلهم مرتزقه.
كلهم اللي هربان من سوريا واللي هربان من فلسطين والهربان من الاردن والهربان من مصر. الاخ احمد منصور اللي جه يوم الجمعه والحقوني وزنقوني ويقعد يلعب في حواجبه وضربوني، ايه الغل اللي انت عامله لمصر ده؟ انت عملت ايه لمصر؟ انت كنت فين في 73؟ انت كنت فين في 67؟ انت فين لما كنا، لما انا وغيري حمدين صباح محدش يتكلم حمدين لانه اتحبس كذا، ما هو اضمن الشباب اتحبس، مصطفى باكر فينا يا جماعه ناس لا، وكل الشباب اللي وكل الشباب دفع ثمن النهارده. ايه الثمن اللي دفعته في خطر بتوطي على جزمه موزه ترمي لك الدولارات ولا الدينارات وتبوس الجزمه وتشتم في بلدك؟ اخ اشرف سعد انت بتقول عليه دون اللي انا علنا ما بخافش من حد، انا ما عندي، بص اقول لك هذا النظام ما فيش حد مضر فيه اكتر من مرتضى منصور، لكن انا ماليش دعوه بالنظام، انا ليه دعوه بلدي دلوقتي. النهارده هات لي بلد بتشتم رئيسها خلاص. الولاد اللي طلعوا شبان الجمال دول اول مره طلعوا، انا ما شفتش لفظ بذيء طلع. لا. أيوة. لا 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 ما فيش لفظ بذيء طلع، انما النهارده شايف واحده للاسف الشديد جايبه طفلها عنده سنه في الزحمه دي وكانت بيرفض تبيتها، ارحل يا جده بقى. جده دلوقتي انا شفت حسن مبارك وهو بيقع سنه 2000 سنه 2000 فجل الشعب. لا لا كان بيخطب، لا كان بعد كده وجاله ولا لما وقع قدامنا كلنا وجاله هبوط وصايم في الاوضاع وسافروه المانيا وقعد يتعالج. اسهل حاجه حسن مبارك يقول شكرا يا شعب بس مش عايز يبقى الملك اللي سموه والرئيس اللي قهروه والرئيس اللي قتلوه والرئيس اللي هنوه. ما ينفعش يا جماعه، انا خاف كلنا لازم نخاف. انا النهارده مختلف مع ابني في البيت يشتمني، ايه ده؟ وبعدين انت ناسي المصانع والمدارس والمستشفيات وكل اللي اتعبوا بالبنيه التحتيه، البنيه الرئيسيه ما كانش بينام بيصحى 6 الصبح. وانا بقول لك وانا مختلف مع النظام، والنظام ده هو اللي حل مجلس اداره في نادي الزمالك، هو اللي زور ضد انتخابات في نادي الزمالك، وهو اللي سقطني كل ده. انا مش شخصيه اصلا، بس انا النهارده مش وقت الانتقام. لما الاخ هيكل النهارده كاتب مقاله، يا استاذ هيكل ده احنا في مظاهرات 72 جينا تحت الاهرام نهتف عشان تقابلنا، انضربنا بالقنابل وطردتنا كلنا. النهارده جاي تتكلم عن الديمقراطيه يا استاذ هيكل؟ انت الذي روقت لنكسه 67 وانت الذي دافعت عن هزيمه 67. النهارده اوعى تتكلم عن مصر وشعب مصر. كنت فين ومفيد فوزي يا استاذ هيكل ها لما قال على مذيعة انها مذيعة موسى صبري؟ لا موسى صبري لما قال على همة مصطفى انها، ومفيد فوزي برضه انتقد مذيعة، واحد راح باتا والتاني راح ماتا. كنت فين يا هيكل؟ وانت كنت جزء من هذا النظام، بالعكس انت كنت المنظر الاول لهذا النظام. لما تيجي النهارده تستغل هذه الظروف وتصفي حساباتك مع نظام عشان ما جابكش وزير او رئيس وزراء، احنا كلنا شايفين المشهد. كنت فين لما الاخوان المسلمين اللي بيدافع عنهم دلوقتي كانوا بيتسحلوا في 64؟ كنت فين لما سيد قطب اتعدم في 64؟ كنت فين؟ ما اعترضتش ليه؟ جاي النهارده وانت قاعد في العزبه بتاعتك وابنك عنده مليارات، تاني قول مليارات يا هيكل، جاي دلوقتي النهارده تقول بتدافع عن الشبان اللي هم قضيتهم الحريه وقضيتهم البطاله؟ ادي واحد. اثنين، خد عندك يا استاذ الفاضل، انا ملاحظ الاخ البرادع بقى له 3 ايام مربي دقنه برادع. الله، هو احنا انت فاكر شعب مصر شعب عبيط؟ اول ما الاخوان المسلمين قال لك من ايدي البرادعي راح مربي، شوفوه في المشهد اللي طلع في قناه الجزيره، راجل بيربي دقنه خلاص بقى الشيخ البرادعي. طيب والصور اللي جابوها لحضرتك والخمره موجوده قدام حضرتك، وبعض الاخوه طلعوا قال لك ايه يعني يا جماعه؟ وكان في عز ايه بقى؟ اول ما جه ايه يعني لما رئيس واحد مرشح نفسه رئيس جمهوريه يشرب خمر؟ فانا قلت حتى لعمرو اديب قلت له انت عايز رئيس جمهوريه طول النهار يشرب ويقول يقع ويقول انا جدع؟ ايه ده؟ النهارده بتربي دقنك وتحط ايدك في الاخوان المسلمين؟ ايه الانتهازيه دي؟ ويا اخواني المسلمين انتوا كنتوا معظمكم كان معايا في السجن مالك وكان معايا الاخ الشاطر، انا طبعا معاهم من زمان يعني، عايز اقول لكم ازاي تحطوا ايديكم في ايدين واحد اتقال عليه ان بنته اتجوزت مدني واحد مش عارف ديانته ايه؟ ازاي يا جماعه هو في ايه في مصر؟ النهارده المصالح تتصالح. نيجي نرجع بقى، لا انا في هنا بقى عايز اعلق معلش بس تعالي حته صغيره بس بعد القناه عشان نخلص منها. بعض القنوات لسه انا بقول بالاسم بقى، انا عايز اقول بالاسم بقى، بسيبكم من الجزيره والبي بي سي انا النهارده لازم بالاسم يعني؟ طبعا بالاسم، النهارده دعيني في العربيه تمام؟ اول حاجه اقول لهم انتوا كارهين مصر ليه؟ في قناتهم الساعه 9 انا طالع معاهم. تعالى بقى خش بقى في القنوات المصريه. او تي في او ان تي في بتوع الراجل نجيب ساويرس المحترم، والراجل رفض يسافر، الراجل قاعد خلاص؟ في فرق بين المذيع والمحرض. الست ريم ماجد قاعده
قبل المظاهرات كل دورها اطلعوا ولعوا اشحن. ايه يا ست؟ وبعدين هاتي لي حد امبارح استضافت اخ اسمه عمار تمام يقول لك ما بنقعدش مع مبارك يا راجل عيب. انا بس ممكن عشان الزملاء يا بيه بعد اذنك يا استاذ سيد الاسماء بس وانت عشان يعني ده معلش يا سيد بعد اذنك انا بقول بالاسم عشان الناس متابعه. يا ست ريم هو نجيب ساويرس بيديكي كام في الشهر عشان تتكلمي عن غلابه؟ لا انت بتاخدي الوف مؤلفه ما تتكلمش عن غلابه خلاص. ادي واحد طلبوني في قناة دريم الأولى بتاعت الراجل المحترم أحمد بهجت من ثلاثة أيام في مذيعة اسمها دينا عبد الرحمن تتحدث باللغة العربية وعندما يكون وإذا كان ولا قاد كان خلاص ماشي يا ست دينا. انا عرفت ان انا اللي رايح يا سياده المستشار انا زمايلنا بس بتعمل لنا يعني زمايلنا طب بس دول زمايلنا على فكره ده انا عايز ده نوع من الهروب انت عشان يعني احنا نقول اسماء ناس تانية او من يجي العين تقول لي اصل زميلي بس يبقى ليهم حق الرد انا عايز يرد انا يرد معايا كل الزملاء اللي جت اسمائهم ليهم حق النهارده قالت لهم يعني ده راجل بقى هيتكلم وهيقول حسني مبارك يا ست ديما انا اتحبست ثلاث مرات في عصر حسني مبارك انا مش مستخبي بينه مش عايز منه حاجة انا بدافع واحد عن شرعية دستور اتنين عن وطني مصر هات لي واحد بستضيفه يقول كلمة كويسة خلاص والله العظيم كل الناس يا شتيمة يا زول بقى الفاظ بقى ويغور ايه ده انا النهاردة قلت لي تعالى بكرة برئيس جمهورية لكن اسف انا عايز السم ولا عايز اتقتل ولا عايز حد يشهني لا انا اسف ده ما يحصل ده يا راجل ده انت عمدة البلد بتاع بلدك بتقول له يا حضرة العمدة لو سمحت صح يا حضرة العمدة انت لما تيجي النهارده تكسر بقى تقول لك انا خلاص كسرت رئيس الجمهورية طب ما هو دي هيبة نظام خلاص خلاص هيبة بلد يا بيه البلد كلها ضاعت هذه القنوات اللي اصحابها رجال اعمال مين اللي قال لنجيب ساويرس اشتغل مش هو برضه النظام اللي موجود يا ريم مين اللي ما هو نجيب بيديكي الاف مؤلفه كل شهر يا ست دينا مين اللي بيديكي ما هو دكتور احمد بهجت الرئيس قابله في امريكا وقال له يا دكتور ارجع اشتغل دكتور حسن